إذن مشاهدينا الكرام، كنتواجدوا في هذه النقطة ديال سلسلة جبال الأطلس ما بين مراكش و الدارت. وباش نحطكم في الصورة أكثر، انطلقنا مشاهدينا الكرام من مدينة سالا، جينا مباشرة لبن سليمان، شفنا المركب الجوهرة وشفنا مركز اللقاحات العملاق، أكبر مصنع لصناعة اللقاحات، وجدنا أيضا الدار البيضاء، عملنا مجموعة ديال الروبورتاجات إن شاء الله غادي تلقاوها في المستقبل بحول الله في القناة. من بعد مشاهدينا الكرام غيرنا الاتجاه في اتجاه مدينة مراكش، مرورا مدينة سطات ومدينة بنقرير ومراكش. ومن بعد مشاهدينا الكرام جينا في اتجاه مدينة ورزازات، يعني ورزازات ها هي. إذا من هنا مراكش دزنا على هذه المناطق، تمزريت، أمرزقان، إذا هذه المناطق قاعد دزنا عليها تدارت. إحنا كنتواجدوا هنا في هذه المنطقة بالقرب ما بين ورزازات وتدارت مشاهدينا الكرام. إذا الجولة ديالنا قادتنا من مدينة سهلة، وغادي نمشيو لمراكش وغندوزو لورزازات، ومباشرة إن شاء الله من ورزازات غادي نمشيو لأكادير، مرورا على مجموعة ديال المناطق، تاليوين، أولوز، ولاد برحيل، تارودان، سوس، تيما، إزكان، سكروت، أيت ملول. هاد المناطق كلها إن شاء الله غادي نزوروها، والعودة إن شاء الله مدينة الصويرة أسفي الجديدة، الدار البيضاء، مدينة سهلة. يديك الزات، كرمت 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 كرمت. سيادنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في قناة سيمو شو 07، قناة المشاريع الملكية والعمومية. كتشاهدوا معايا سلسلة جبال الأطلس، مناظر طبيعية وحلة بيضاء تكتسي أهمية في النفس والقلوب. مرحبا بكم جميعا محبي قناة سيمو شو، قناة الرومانسية والطبيعة، أهلا بكم ومرحبا بكم معنا. وما تمشيوش بعيد وما تنسوش لايك. إلى أمام. الكرام، هنا كيتوجد المقر ديال وزارة التجهيز والنقل والمديرية الإقليمية بالحوز ملحقة تدارت. هنا عندهم الآليات، الماتيريال، كاسحة ديال الثلج، ها هما عندهم هنا. اجي نشوفوهم مشاهدينا الكرام. اذا المشاهدين الكرام، هنا كاينين كنتواجدوا في الملحقه ديال تدار ديال وزاره، ها هي الكودي ديال الكاسحه ديال الثلج اللي كتدفع الثلج وكتنقي لنا الطريق من الثلج. ها هي امامكم مشاهدينا الكرام، كذلك معاهم هنا الشاحنه ديالهم ديال وزاره التجهيز والنقل. هنا كودي، هنا بحال شكل جرافه اللي كتكحز كتدفع الثلج. هنا ايضا شارجور وشاحنتين تابعين لوزارة التجهيز
حدا المشاهدين الكرام ان بلاصه تولو شوفوا المياه الحمد لله اللي كتهبط مع الجبل اللهم بارك حتى الطرقان توسعوا الحمد لله. كيبقى هذا المشكل ديال الانهيارات هو المشكل العويص. لله الحمد الجبال تكتسي حلة بيضاء جميلة. اتجاه مدينة ورزازات شوفوا المياه تبارك الله اللي كتهبط من تحت. شوف 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 تبارك الله تبارك الله. إذن بدينا كنكتسيو لباس ورداء أبيض ما شاء الله تبارك الله تنوع. كنا في منطقة فيها التراب الأصفر الحرارة سهوب وهضاب، الآن جاء دور الجبال. إنه المغرب الحمد لله بلد التنوع الطبيعي، الصحراء الرملة الحرارة البرودة ما شاء الله. مزرات الجرة ديب عدة مناطق دايب فيها الثلج بزاف. المطرة كلها ماء تبارك الله. شو الماء في الجنب، شلالات ديال المياه الحمد لله. هنا الكريساج صعيب شوية على داب في هاد الثلاث ايام الاخيره ولا الربع ايام داب كامل. اذا نزيدو قدام اجي تشوفوا معايا، هنا كاين اشغال كونستركسيون دوفراج كونفورتومون دي طالو، يعني هادوك التثبيت هادوك المنحدرات كيديروا لهم عمليه ديال التثبيت الجبال. كيكون الجبل بحال هكا كيديروا له الكرياج ويثبتوه باش ما يوقعش الانهيار. منظر جميل جدا، وليس هنا ولكن البرد. يا له من منظر رائع. نديرو البارو غادي ياسين فين غادي؟ الجبل تما اصقع ارجع. يا بسم الله تبارك الله. اوه مقلاصي وي
غارق. والله الا غارق. شوف هنا راه حجره. واحد الواد هنايا كارم. يا السلام عليكم. انا وياك والزمن طويل. يا سلام عليكم، مناظر رائعة وجميلة جدا. يا له من منظر جميل ورائع. السلام عليكم، كيف حالكم يا أهل المكان؟ والله لا تسطيتي يا سين، والله تسطيتي. خليني نفرغ. بارك الله تبارك الله، خيرات سيدي ربي. يدي كزت ما جبتش الليقات. الليقات ولا الليقات؟ I love you. I love you too. حتى واحد ما كاين، انا بوحدي. انت ضرب. حتى واحد ما كاين. تصور ما يكون معك حتى واحد وبوحدك. يا سلام عليكم يا إخواني أخواتي أصدقائي، انظروا إلى هذا المنظر الجميل. أحبائي، لا زالت الرحلة مستمرة، نلقاكم بعد قليل. أحبكم أحبكم. إلى اللقاء. I love you too. نحا لكم.